السلام عليكم مشاهدينا الأفاضل، مرحبا بكم في قناتكم English Language. لدينا هنا بعض الكلمات المضافة إلى آخرها less التي تحولها إلى صفة، وسوف نبدأ ب hope وهي أمل. إذا أضفنا إليها less في آخر الكلمة تصبح hopeless، تعني يائس بلا أمل، hopeless. أوكي، ولدينا مثال آخر friend، إذا أضفنا لها less تصبح friendless، friend هي صديق، وإذا أضفنا إليها less تصبح friendless، لا صديق له. أوكي، مثال they have been left virtually friendless، they have been left virtually friendless، أي لقد تركوا بدون أصدقاء. وأيضا لدينا هنا care رعاية حرص، careless مهمل، تصبح مهمل مستهتر. أوكي، مثال she had been careless and had left the window unlocked، she had been careless and had left the window unlocked، كانت مهملة وقد تركت النافذة مفتوحة. أيضا لدينا مثال آخر partner شريك، إذا أضفنا لها less تصبح partnerless أي لا شريك له. وأيضا لدينا هنا moon أيضا قمر، إذا أضفنا لها less تصبح moonless مظلم بدون ضوء قمر. أوكي، وأيضا لدينا هنا noise ضجيج، إذا أضفنا لها less تصبح noiseless أي صامت بدون ضجة، noiseless. وأيضا لدينا هنا color لون، إذا أضفنا لها less تصبح colorless لا لون له. مثال Started out the window as the colorless winter landscape. She started out the window as the colorless winter landscape. Okay. كانت تحدق بالنافذة، أي تطل عبر النافذة في المشهد الشتوي عديم اللون. Colorless عديم اللون. Okay. أيضا لدينا sun شمس تصبح sunless معتم بدون أشعة الشمس. لدينا مثال sunless winter day يوم شتاء بلا شمس، يوم شتاء بلا شمس sunless winter day. وإلى هنا مشاهدينا، أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. المر منكم المشاركة في القناة والضغط على زر لايك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.